ما حكم الشيخ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ يرى بعض أهل العلم إنه من السنة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من البدعة، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا. والحديث الوارد في هذا قال الشيخ الإسلام إنه موضوع، يعني مكتوبا على رسول صلى الله عليه وسلم. والذي أرى في المسألة أن من مسح لا ينكر عليه، ومن لم يمسح لا ينكر عليه، وهو أقرب إلى السنة ممن مسح. نعم.